اهلين وسهلين بناتي، جيتكم فيديو قصير 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 طريقة خدمة العقدة، يعني موديل ابو عقدة هكذا يقولوا له. كاين بزاف ما يعرفوش يديروه. اليوم راح ندير لكم طريقة يعني بسيطة جدا. كما راكم تشوفوا هنا، هذا هو الباترون تاعنا. كما راكم تشوفوا عندنا النصف تاع الصدر، الصدر عفوا مدوبلي، يعني القياس اللي جاي من تحت راهو الدوبل تاع الصدر من امام. فهمتوا البنات؟ يعني يكونوا قد في القياسات. مهم انا حنوريكم، نركز لكم على الطريقه. بالنسبه للقياسات ان شاء الله بلاك كاش نهار راح نوريكم الفيديو بالتفصيل. كما شفتوا البنات طويت جهه واحده فقط وحكمتها بليفانجل باه نوضح لكم، وبعدها دخلت فيها الجهه الاخرى وعاودت خيطتهم. انا راني نوريكم بليفانجل برك، ثم من بعد تعاودوا تخيطوهم بالماشينه وتتحصلوا على موديل ابو عقده بكل سهوله. يعني ما كانش اسهل من هذه الطريقه. تبعوا فقط الفيديو، ديروا السرعه منخفضه، ادخلوا على ذوك تنقاط من الفوق، ديروا السرعه ببطء، راح تفهموا بزاف يا البنات. وهذا ما كان، ان شاء الله يكون فيديو عجبكم وراح يعاون بزاف خياطات يعني اللي راهم يتبعوا فيها. كاين بزاف بنات مهتمين، عفوا مهتمين بمجال الخياطه، راح يستفادوا من هذا الموديل عفوا ان شاء الله. مع السلامه.